لو سمحت خذي الطلب للطعام. نعم سيدي، قل ماذا تريد؟ أي الطعام ألذ عندكم؟ الأطعمة كلها لذيذة، ولكن البرغار الدجاجي وشورما شعبية جدا. حسنا، إذا أعطني برغار دجاجي ومعها عصير البرتقال. هل تريد شيئا آخر؟ لا، أكتفي بها. وفاتورتك 45 ريالا. خذ هنا 50 ريالا. شكرا، ورقم بطاقتك 12. فليتفضل بالجلوس في تلك الطاولة، سيصل الطعام إليك في وقت قريب إن شاء الله. حسنا، أجلس في تلك الطاولة. نعم. هذا هو برغار الدجاج، وهذا عصير البرتقال، وهذا باستا. ما طلبت الباستا. أوه، عفوا سيدي، أتي خطأ. لا بأس، آخذها معي، أعتذرك لخطأي. شكرا لك. سيدي، كيف كانت أطعمة مطعمنا؟ كانت البرغار جيدا، والعصير لم يكن طيبا. أي نوع من العصير يطيب عندك؟ لو كانت حلوا بقليل. شكرا على تعليقك، من فضلكم أخبرنا عن زيادة درجة الحلو عند طلب الأطعمة في المرة القادمة. موافق، أنا راض على خدمتك.